هل تعجبك كيكة الشوكولاتة بهذا الشكل أو بهذا الشكل؟ الفرق بسيط ولكن الطعم يختلف. تابعينا، السلام عليكم، أهلاً بالجميع. نقدم أفكار سهلة وبسيطة. المقادير: كيكة قالب المستطيل، قالب الفرن، كيكة ذات حجم كبير. شاهدي. نقدم المفيد من جميع أنحاء العالم لكي يصلك الأفضل والأحسن. لكي تكوني في الصورة، نختار بكل دقة، فن، إبداع، وصفات سهلة وسريعة، مضبوطة من أول مرة إن شاء الله. تابعينا. المقادير: 3 بيضات وكوب سكر، ونخلط بالمضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط كريمي، حتى تكون كريمية. أضيفي كوب حليب، ثم نضيف كوب زيت، ونستمر في الخفق. أنخلي 4 أكواب دقيق و20 جرام خميرة حلويات. الأخير 2 فانيليا. أنخلي وحركي. أخفقي بمضرب الكهربائي جميع المكونات. يكون قوام الخليط بهذا الشكل. قوام الخليط سميك وفي قالب مستطيل كبير مدهون بزبدة. ضع خليط الكيكة وفي فرن ساخن إلى درجة 170. ضع الكيك خليط هذه الكيكة، سوف يكون سميك. لا تخافي من سمكها، لأن هذا ما تختلف به الكيكة عن أنواع الكيك الأخرى. افرديها في القالب وضعيها في الفرن. نبدأ بتحضير كريمة. الكريمة مقسومة إلى كريمة باردة وساخنة. لتر حليب وكوبان حليب، نضيف عليه كوب ونصف نشا حتى يصل درجة الغليان ويصبح ثقيل. والسكر على الطعم، لم نضيف السكر إلى الكريمة، لأن سوف نضيف الشيكولاتة إلى الكريمة. ثم نضيف 3 ملاعق شيكولاتة، طبعا هذا المعيار، بحيث كل نصف لتر حليب عليها نصف نشا، طبعا هذا لمعيار الكوب 200 مللترا. أضيف 2 باكيت فانيليا لإعطاء الكريمة قوة طعم الفانيليا، وتركيها حتى تبرد على جنب. ثم اخفقي كوبان من الكريمة البارد حتى تصبح كثيفة. أخلطي الكل، كريمة الشوكولاتة مع الكريمة البارد، واخفقي بمضرب الكهربائي حتى تصبح ناعمة. اسيقها بكوب ونصف حليب وهي ساخنة، ثم ابدي في تزيينها. الكيك حجم قالب الفرن، حجم عائلي بكريمة وفيرة. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرقه، فأين أمضي وحول الوزر والوله. بالهناء والشفاء. أما بالنسبة لطريقتي، طريق الكيكة الثاني،
الطريقة الثانية الكيكة تشبه الطريقة في خطوات الإعداد الفرق في نسبة المقادير لأنها تتناسب مع حجم القالب. قالب مستطيل أصغر من القالب الفرن المستخدمة في الكيكة الأولي. أرجوك في شوق لتقبله، رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله. بحثت في ليل قلبي عن سنايا. نصف لتر حليب، نضيف عليه 40 جرام نشا، 2 ملاعق قهوة سريعة ثوبا، وبيضة فانيليا. نحرك الجميع ثم نصفيه من كتل صغيرة. نضيف نصف كوب سكر، نضعه على النار حتى يصبح ثقيل، نحوله ثم نضيف ربع كوب زبدة فانيليا. نقطع الكيك كما تشاهدي. ثم نحفرها باستخدام راس الحلواني أو ما يشبهها. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. بعد ذلك ضعي الكريمة على الكيك وهي ساخنة، وبالتالي يجب أن تحفري الكيك أولاً، بمعنى آخر قبل أن تتكتل الكريمة. الذنب يثقل والعشق يحرق. ثم اخفقي كوبان كريمة بارد، وضيفي إليها فتات الكيك. يا ربي خذوا إلي الآن، إن به شوقا يرتل في حزن انتبهت له، فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله. رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله. بحثت في ليل قلبي عن سنايا دن. وبعد أن تبرد الكريمة ضع الكريمة الباردة عليها ثم ضعيها في الثلاجة، يمكن تغطيتها بالجناش الشيكولاتة على الرغبة. نور السماء سنا حتى أوسع. بالهناء والشفاء. شكرا على المشاهدة، دمتم في حفظ الله ورعايته.